وهدرتو فيا وش حال ضقتو كلام عدياني واللي مكتوبة من عند الإله لازم نعديها والسلام عليكم. وعليكم السلام خويا الطيب. كيداير خويا احمد؟ الحمد لله. قالوا لي خبر خويا الطيب، قالوا لي موت والله قطعوا لك لسانك، واش هذا الشيء اللي راهو يقولوا؟ والله خويا احمد لا كل شيء اشاعات، انت داروك في الحبس وانا داروني الطيب مات ومازال في الحياه اخويا كونطرا عليهم. اي قول اخويا مصطفى قول حرق لي الاديان. رجلك تود الدعايا يا تهضرت بيا وقلت ما يا تايا تليف وش حال وكلام يا عزوني وانا في الحياه يا تايا درهم هديه لك يا عيال يعني خطر كم صغير والله يا فخار يخونو حبيبنا هذا الربيع واحد من الدرج وقولوا وعم يقولوا يا قلبك ربي وسيا يا تخلص يقال هذا الهضرة بيموت والله صح قلبك ربي وسيا يا تخلص يقال هذا الهضرة بيموت والله صح يا شفتك سود الدعاية يا تهضرتو بيا وقلتو ما يا سايع تليف وش حال وكلام يا عزوني وانا في الحياة يا تايع اي قول اخويا احمد فارس قول هدروا فينا العديان وطلقوا الدعايات انا تهموني بالسجن والطيب قالوا مات طلعوا لي قاع لي صامي وبكاوا علي رجال وليات تليفوني صوني قالوا كيسرا طيب مريض مسكين محب وماشي برا تليفوني صومي قالوا كيسرا طيب مريض مسكين محير ويا شبرا لاش تفرت وتدي عيا تهدرت بيا وقلت وما يا تايا تليف وش حال وكلامات عزوني وما في الحياة يا تايا راشد بريتون وبكر الغالية مهدية من عمتي بالقلي مهدية بالفيلار قاريا يوسف كوش كوش وراي طب السلاح وهذا شير خويا واه تليفوني صوني قالوا كيسر لها طيب مريض مسكين قطعوا لسانها تليفوني صوني قالوا كيسر لها طيب مريض مسكين قطعوا لسانها لاش فكت وتدي عيا يا تهضرت بيا وقلت وما يا تاع تليف وش حال وكلام عزوني وانا في الحياة يا تايا والله يا اخوي احمد فارس كونطرا عليهم نحشمتو ما خفتو من ربي كثرتو الهضرة وطلقتو الاشاعات انا درتوني مشيت مسلسل وصاحبي الحمد لله عايش في الحياة لما الناس القسحة ما ينسي ما يرحم يحفروا في الصحة ويوصلوا ولا ضمة لما الناس القسحة يا احمد ما يرحم حفروا في الصحة ويوصلوا ولا ضمة يا شفتك تود الدعاية تهضرت بيا وقلت وما يا تايا تليف وش حال وكلام يا عزوني وانا في الحياة يا تايا واللي يحب احمد فارس نمر ديالها 06 29 28 93 62 كونطرا على العديان اخويا احمد فارس يا طالبك ربي ولسي يا تخلص يقال هاد الهضرة بيموت والله صح طالبك ربي ولسي يا تخلص يقال هاد الهضرة بيموت والله صح ليش تفكت وتدي عيا يا تهضرت بيا وقلت وما يا تايا تليف وش حال وكلام يا عزوني وانا في الحياة يا تايا ديرها مهدية لك يا ابو راس عبد الجبار ولا بريمونت رجبو عربة خطرك صادق
خطر عند الدين والدياه. ليش تلبسوا الدياه؟
صادقت في